حاجه، انا عايزه اقول في طرق كتيره قوي بتساعدنا على التركيز، ممكن نقولها في طرق كتيره قوي ممكن تساعدنا على الاستيعاب السريع. طب حلو قوي الحتتين دول بقى، التركيز والاستيعاب السريع. نمسك التركيز لان ده بقى مربط الفرس، ده المنبت بتاع كل شيء. يقول لك فوكسنج، يعني فوكسنج اون سمثينج يو وانت تو دو، يعني بتركزي على الحاجه انت عايز تعمليها. نتكلم على الفوكسنج او التركيز. في حاجات بنقولها للسن الصغير، انا في جيلي شكوى كتير قوي ابني ما بيركز بالذات في المذاكره، لكن هو في اللعب وفي كل حاجه هو كويس. لو انسى ابنك صغير، عشان نمسك مراحل، الكبار لهم طريقه والصغيرين لهم طريقه. الصغيرين في عارفين اللعب اللي هي كروت المقلوبه لهم، دي بتنمي التركيز والذاكره بطريقه مش طبيعيه. في اللي هي بنعمل كده لعب دايره معينه للطفل، الام يعني بتجيب شمعه طويله قوي بتعمل له دايره قد كده، تقول له احنا هنركز ان النقطه هتنزل جوه الدايره، بعدين بنصغر حجم الدايره، بعدين بنكبر حجم الدايره مره، بعدين نعملها في الورق اكتر من مره. بالوقت بتلاقي الطفل بينزل، لو قلت له في السنتر هينزلها في السنتر. ده من سن كام يا دكتور الام تبدا تعمل معاه المدرسه اللي هي نقول لحد 9 سنين الطرق دي 10 سنين لحد 9 سنين في جيمز كتيره قوي كده. بنجيب هتونده البيض العيون بتاعتها وهي فاضيه، نقول له حط في كل واحده نقطه بالشمعه، في بالشمعه بس تحت رقابه الام. انا بقول في طرق كتيره، تمرينات كتيره جدا. لو مفيش وقت نقولها في البرنامج، احنا بنخش على جوجل بنلاقي في تمرينات كتيره قوي.